نشرة والأخبار من قناة العيون، أهلا بكم. اليوم الخميس إذن هو أول أيام رمضان في المغرب كما في أغلب دول العالم، وخلال هذا الشهر الفضيل تتغير أنماط التغذية، موائد الإفطار والسحور تغزوها أطعمة متنوعة، أطعمة غالبا ما تكون مشبعة بالدهون وغنية بالسعرات الحرارية، وهو ما يؤثر على الصحة العامة بحسب رأي المختصين. روبرتاج عياد السرتي وعبد الله المحمودي. تغير أنماط التغذية وعادات الأكل خلال شهر رمضان يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة، سواء بالنسبة للأشخاص الأصحاء من كثرة استهلاكهم للسعرات والسكريات أو المصابين بأمراض مزمنة، كما عدم تقسيم وتنويع الوجبات عوامل يرى الأخصائيون في التغذية أنها تؤثر على صحة الإنسان، وينصحون بتوازن في النمط الغذائي بالابتعاد عن الأطعمة عالية السعرات والدهون. نحاول الماء مكان اولا باش ما نكثروش بزاف من هذه الانواع، ونحاول نشربوا الماء بزاف لانه الماء مهم بزاف، وتنحاول الماء مكان باش نصبقوا بالماء هو الاول غير ما يكونش بارد. ثانيا انتم بعد الافطار كاين واحد الفتره على الاقل واحد ديال ساعتين وثلاث سوايع اللي الناس يصلوا فيها التراويح الى غير ذلك، من بعد تتكون واحد الوجبه ديال العشاء ما تتكونش هي ثقيله، لانه اذا كانت ثقيله تيكون واحد المشاكل ديال الهضم وداك الشيء، وتيجي حتى تتكون صعوبه بالنسبه للنوم. من بعد بطبيعه الحال كاينه واحد الوجبه ديال السحور، اللي هذه الوجبه ديال السحور تيكون فيها اما ديسير يا اما ياورت، لانه اولا باش يكون الهضم خفيف وتكون كذلك النتيجه على الصحه مزيانه. لهذا تنصح الناس بانه شهر الشهر الكريم ماشي غير الماكله، وانما فيه شهر العبادات وكاين حتى الرياضه كذلك. اثبتت الدراسات والابحاث العلميه ان للصيام فوائد عظيمه، وجب اغتنامها لتخليص الجسم من الوزن الزائد والكوليسترول الضار، كما أثبتت هذه الدراسات أنه وجب الالتزام بنمط حياة صحي مع انتظام في مواعيد الأكل وممارسة الرياضة. وشهر رمضان الأبرك هو مناسبة مميزة تكثر فيها الأنشطة الاجتماعية والإنسانية. بيغليميم جمعية الخير لكفالة اليتيم قامت بتوزيع مؤن غذائية متكاملة على 300 أسرة من الفئات المحتاجة بالمنطقة. حافظ محضار وفاضل عبيدة تابع العملية. كميات مهمة من المساعدات الغذائية تضم 17 عينة من المواد الغذائية الأساسية التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان الأبرك. عبأتها جمعية الخير لكفالة اليتيم قصد توزيعها على فئة الأيتام والمحرومين المسجلين بالجمعية. أزيد من 300 أسرة بالوسطين الحضري والقروي استفادت من هذه العملية التي عرفت مساهمة العديد من المحسنين. الجمعية استدعتنا باش نستفدوا كل عام من كل بحال كل اول حلول شهر رمضان، كنستافدوا من الخفه، كنستافدوا من حاجات كثيره. احنا دابا سبعه في الدار، والجمعيه كانت كتعطينا بزاف ديال الاشياء وكتدعمنا بزاف، ولولاها احنا دابا ما كناش عايشين، لانه بدونها احنا كانت امي غتكرفس، يعني هي كتعطينا بزاف ديال الحاجات وحنا كنشكروها بزاف. بمناسبه شهر رمضان الكريم أدخله الله علينا باليمن والسرور والبركات، تنظم جمعية الخير في إطار برنامج أنشطتها السنوية المنتظمة هذه قفة رمضان، هذا النشاط الذي ستستفيد منه إن شاء الله 300 أسرة من الأرامل والأيتام. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا الخير، ونشكر جميع المحسنين والمحسنات الذين ساهموا في هذه القفة. عملية تضامنية أيضا تسبق الشهر الفضيل، وهي التفاتة إحسانية من جمعية أخذت على عاتقها مسؤولية إعانة ومؤازرة هذه الفئات المحرومة من خلال عديد التدخلات الاجتماعية.
في موضوع آخر، أشرفت المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بالداخل، أشرفت هذه الوكالة على تنظيم لقاء تشاوري حول برنامج دعم التعليم الأولي عبر تشغيل الشباب، وذلك بشراكة مع عدد من الإدارات والوكالات المعنية بالتشغيل والتعليم. تفاصيل مع محمد التاروزي ومحمد يدس. تضارس وضعية التعليم الأولي والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال الاقتصاد التضامني والمبادرات الفردية بجهة وادي الذهب القويرة، محاور نوقشت خلال هذا اللقاء التشاوري الذي يأتي مضمونه ضمن اتفاقية إطار عقدتها وكالة التنمية الاجتماعية مع عدد من الشركاء جهويا ووطنيا. المهم من هذا الاتفاقية وهي تكوين المربيين والمربيات على صعيد التعليم الأولي، محاور تكوين الشباب حاملي الشهادات، هو ميثودولوجي لتعلم الفئات من 4 سنوات إلى 6 سنوات، وأهم شيء فيه هو تشغيل الشباب حاملي الشهادات لا على صعيد التكوين المهني ولا على صعيد الجامعات. الاهتمام بالكادر البشري الذي سوف يقوم بتربية النشء أعتقد بأنه لحظة مفصلية، وبالتالي فينبغي التعريف بهذا القطاع وما يتيحه، ثم ما هي الانتظارات والمعارف الضرورية عند الشباب الذي يرغب في الاشتغال في هذا المجال، ونحن سنيسر بالتأكيد التكوين لهذه الفئة من أجل أن تطلع بأدوارها كما ينبغي. دمج الشباب حاملي الشهادات داخل سوق الشغل هدف من بين أهداف أخرى تسعى الاتفاقية الإطار محور اللقاء التشاوري هذا إلى تحقيقها. هذا اللقاء اليوم تيجي في إطار إنعاش برنامج التشغيل الذاتي عن طريق دفع الشباب حاملي الشهادات والمعطلون الانخراط في إطار مشاريع مديرة للدخل عن طريق تبني مدارس خصوصية وأروضة ومؤسسات التعليم الخصوصي الأولي اللي من شأنها دمج الشباب حاملي الشهادات في سوق الشغل. ندخل في نحن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي لتفعيل برامج هذه الوكالة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل الشباب حاملي الشواهد للرفع من مستوى الأروضة بمدينة الداخلة. تشجيع الشباب في التشغيل الذاتي مع دعم التعليم الأولي بالداخلة نقاط تم فتح باب الحوار والتشاور فيها بهذا اللقاء لتوضيح جوانب الاتفاقية الإطار المنظمة لها. في شأن الحزبي، عقد حزب التجمع الوطني للأحرار لقاء تواصليا مع ساكنة إقليم بوجدورة. اللقاء يندرج ضمن البرامج التواصلية للحزب ومحطاته التنظيمية، واللقاء الذي نظم تحت شعار التنمية ببوجدور بين متطلبات الساكنة وتحديات المرحلة حاضرته قيادات محلية وجهوية ووطنية. بريغينا العروسي ومحمد شرح. التنمية ببوجور بين متطلبات الساكنة وتحديات المرحلة شعار هذا اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار ببوجور، والذي اتسم بحضور عدد من القيادات المحلية والجهوية لمختلف الهيئات السياسية. أطر الحزب استعرض من خلال مداخلاتهم السياسية الخطوط العريضة لبرامج الحزب وأفكاره وتوجهاته المستقبلية على المستويين المحلي والوطني. اللقاء شكل مناسبة لمناقشة العديد من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، إضافة إلى تلك التي تستأثر باهتمام ساكنة إقليم التحدي. تمت التطرق لمجموعة من متطلبات الساكنة التي تعيش واحد النوع من يعني التهميش اقتضى الحال على مستوى التشغيل، بنية تحتية جيدة جدا لكن لا تستجيب لمتطلبات خاصة الشابات والشباب، المرأة الشباب، فلابد أن الدولة أن تلتفت لهذه المنطقة والحكومة أن تلتفت لهذه المنطقة عبر الاستثمارات المنتجة للشغل. هذا هو الهدف من هذا التواصل. راهنا على الساكنة على أساس أنها تعود شريك اشتراكي في التنمية المحلية، راهنا عليها ولا هي راهنوا عليها ولا نخدموا معها انطلاقا من ذا النهار
على اساس عنا هي تنعت الطريق اللي نخدموا بها نحن، هي اللي خاصه شيء نحن معها فيه. العديد من القضايا التنظيميه كانت حاضره خلال اشغال هذا اللقاء التواصلي الذي تدارس مختلف القضايا التي يهتم بها الشباب، سواء تلك المتعلقه بالتشغيل او التنميه، وكذا التطلعات والانتظارات التي تعتبرها الساكنه ملحه وضروريه. وذلك قصد إيصالهم متطلبات الإقليم ورغبة أبناء الإقليم الملحة لتنمية الإقليم وفق منظور الجهوية المرتقبة في شبتمبر القادم إن شاء الله. اللقاء أعطى خطوطا عريضة عن برنامج الحزب السياسي وعن متطلبات ساكنة بوجدور، يعني اطلع عليها عن قرب، ونحن إن شاء الله مستعدين للمشاركة والانخراط في تنمية إقليم بوجدور داخل التجمع الوطني الأحرار. لقاء بوجدور شكل أيضا مناسبة للانفتاح على عدة شرائح اجتماعية وفرصة للتأكيد على تمسك مناضلات ومناضلي حزب التجمع الوطني للأحرار ببوجدور بالوحدة الترابية للمملكة، لينتهي اللقاء بتلاوة برقية الولاء المرفوعة لجلالة الملك محمد السادس. نعود إلى قليميم، حيث نظمت الغرفة الفلاحية للجهة الدورة العادية الثانية برسم سنة 2015. الدورة عرفت تدارس مجموعة من النقاط تهم التنمية الفلاحية بالجهة وسبل تطوير هذا القطاع. المزيد من التفاصيل رفقة حيجب التامك ومحمد فاضل عبيدة. أثبت النظام الأساسي خلال الدورة العادية الثانية للغرفة الفلاحية لجهة قليميم السمارة، خصص جدول أعمالها لتدارس ثلاث نقاط تهم المصادقة على محضر الدورة السابقة والموسم الفلاحي لهذه السنة ومناقشة برنامج النظام الوطني لترقيم الإبل بالجهة. كما عرفت هذه الدورة تقديم مجموعة من العروض حول مختلف الأنشطة والبرامج والمنجزات التي قامت بها الغرفة الفلاحية على مدى 6 سنوات، وعرض حول الصحة الحيوانية والترقيم ومزايا ومنافع هذا النظام على مربي الإبل. قامت المديرية الجهوية بعرض حول البرنامج ديال الفلاحة والأنشطة اللي قامت بها والأنشطة اللي مبرمجة، وقام السيد الدكتور الإقليمي ديال السلامة الصحية والمنتجات الغذائية بسرد عرض حول الصحة الحيوانية وحول الترقيم. وفي الحقيقة بالمناسبة أنا كندعو إخواني الكسابة والفلاحة باش ينكبوا على هذه العملية ديال الترقيم. الحمد لله درت فيه ثلاثة النقاط، وأهم النقاط هي مستجدات الترقيم ديال الإبل. وحنا كأعضاء الغرفة الفلاحية حارسين باش يدار هذا الترقيم وبأسرع وقت، بأن ترقيم فيه مصلحة ديال الكسابة. لقاء إذن من شأنه الإسهام في تطوير قطاع الفلاحة بالجهة، القطاع الذي يعد أحد مرتكزات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. إلى العيون هاته هي المضى، فالمجلس المحلي نظم الحفل الختامي لمسابقة قرآنية تتوج حفظ رائدات المساجد على مستوى الأقاليم، التي استفدنا من برنامج حفظ القرآن الكريم والذي يشرف عليها المجلس العلمي المحلي بتنسيق مع مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية. الفائزات تنافسنا في 3 أصناف، صنف 5 أحزاب وصنف 10 أحزاب وصنف 24 حزب. في الشأن الاجتماعي، نظمت جمعية أهل الخير للتنمية والعمل الاجتماعي بقليميم وبتنسيق مع المندوبية الجهوية للصحة، نظمت حملة لقياس وتصحيح البصر لفائدة ساكنة أحد الأحياء بالمدينة، حملة جاءت لمساعدة ودعم الأسر المعوزة وتقريب الخدمات الطبية لها. هذا النشاط كان دارج ضمن البرنامج اللي وضعته الجمعية ديالنا،
واللي كيستهدف بالدرجة الأولى الطبقة المعوزة والفقيرة. ارتئينا اليوم أننا نقوم بواحد الحملة لقياس وتصحيح البصر لفائدة سكان حي تيرت. ولحد الآن راه وصلنا واحد العدد الحمد لله من المستفيدين كيتجاوز 100 مستفيد. بطاطا اختتمت أنشطة برنامج محو الأمية الذي تشرف عليها الدوائر العلمية بالتعليم. حفل الختام الذي تقدمه عامل الإقليم تميز بإقامة حفل بالمناسبة، وخلاله كانت عروض للمستفيدات من هذا البرنامج. حافظ محضار وخالد التركيزي. معرض للمنتوجات اليدوية للعديد النساء المستفيدات من برنامج محو الأمية بإقليم طاطا. معروضات تبرز جانبا من تدخلات هذا البرنامج خاصة على مستوى الأنشطة الموازية. عروض تأتي في سياق احتفالية أشرفت عليها الدوائر القائمة على هذا البرنامج بمناسبة اختتام هذه السنة الدراسية. هذا المعرض أبدعنا فيه المستفيدات ما يتعلق بالدروس التي أو بدأ فيه المستفيدون الدروس التي يتلقونها في الكتاب في الكتب، وذلك لربط المستفيدين بمحيطهم. كان حفلا رائعا قدمت فيه عرضا لمنتجات وما أنتجته اليد الصنعة للمرأة الطاطوية في جميع مراكز محو الأمية بإقليم، وتوج ذلك بعرض من مخطوطات ومصنوعات يدوية. هذه الاحتفالية شكلت مناسبة لاستعراض محصلة هذا البرنامج ومختلف المجهودات والتدابير المتخذة لمحو أمية أكبر عدد من المستفيدين على مستوى الإقليم. جديد الصحف الوطنية صادرة يوم غد الجمعة، في هذا تقرير لمحمد لمين الكرح. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية الأخبار، وكتبت: يعكس الغياب اللافت لقادة العواصم المغاربية عن قمة الاتحاد الإفريقي التي استضافتها جوهانسبرغ الأسبوع الماضي أزمة مزدوجة تفرض التوقف عند خلفياتها وأبعادها، خصوصا وأن ميلاد منظمة الاتحاد الإفريقي كأول تنظيم إفريقي كان بحضور زعامات مغاربية وإفريقية. وذكرت الأخبار في باقي تفاصيل الخبر أن الاتحاد الإفريقي ارتكب أكثر من خطأ، أولها أنه لم يبادر بعد تأسيسه إلى تصحيح خطيئته المتمثلة في احتضان البوليساري والكيان الوهمي الذي لا وجود له على أرض الواقع، وكان في وسعه أن يسند موقفه في الاتجاه السليم إلى مبادرات سحب دول إفريقية عديدة لاعترافها بالبوليساريو. وارتباطا دائما بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة، كتبت يومية رسالة الأمة في صفحتها الأولى: ندد المغرب يوم أمس الأربعاء أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بجنيف، ندد باختلاس المساعدات الإنسانية باعتبارها خرقا خطيرا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها حسب كل المعايير. ونختم جولتنا من يومية الأحداث المغربية والتي كتبت في عددها الصادر يوم غد الجمعة: قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار أن العالم تابع مهزلة خلال قمة الاتحاد الإفريقي يقف وراءها جار تعرض لانتكاسات دبلوماسية حول قضية الصحراء. وأفادت الأحداث المغربية في باقي تفاصيل الخبر أن صلاح الدين مزوار كشف أن المغرب قوي بحقوقه وبصحرائه وقوي بوحدته الوطنية وقدسية وحدته الترابية. وسجل وزير الخارجية أن هذه المهزلة التي من ورائها الجزائر أصبحت خطيرة على الاتحاد الإفريقي نفسه. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم إبراهيم بقراقي عن سن يناهز 51 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة أزرقيين أيت سعيد.
وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة عائشة منت الخليل ولد محمد عن سن تناهز 100 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة أيت الحسن أيت بو مكوت. تغمد الله والفاقدين بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جنته وألهوى ذويهما صبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نصل اللحظة إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس ليوم غد الجمعة، حيث سوف نلاحظ أجواء مستقرة وسماء صافية على العموم بمختلف مناطق المملكة. درجات الحرارة الدنيا سوف تتراوح ما بين 15 درجة بقليميم و 23 بأوزده. بالنسبة لمقاييس درجة الحرارة العليا سوف تتراوح ما بين 39 بأوسرد و 21 بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سوف يكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على العموم. طلوع الشمس أو الشروق بمدينة العيون سيكون في حدود الساعة 6:02 بحول الله، والغروب في حدود الساعة 7:45. ببعض العواصم المجاورة درجات الحرارة سوف تكون 41 درجة بنواكشوط ونواديبو و 38 بتندوف. أما بالعاصمة الرباط فستكون درجة الحرارة القصوى 28. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا الإلكتروني على الإنترنت snt.ma، كما يمكن متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي للشؤون الصحراوية كوركاس.ma، كما يمكن متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تعاد هذه النشرة غدا على قناة المغربية على الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية في حدود الساعة 3:35 عصرا. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم مباشرة من قناة العيون. ختاما هذا كريم حضر يحييكم، أطيب المنى وإلى الملتقى. كي تفوز كي تصل كي تحقق الأمل حاضراً. اسبع ايمان اللعادو الكم محبه وجمالكم، فاتم العمر وانزادوا فيانا من محبتكم. احفظ الشعر الاصيل وانتقي الصوت الجميل واجعل القلب الدليل.